السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعين قناة أثاث الثقة. اليوم الحمد لله يا ربي راهم زارونا الفائزين، يعني الفائز الأول راهو زارنا وبالبركة عليه اللي فاز معنا بغرفة نوم الفانوس، بالبركة عليكم الله يعطيكم الخير. خوتنا الفائزين كانوا مخيرين بين لا شومبر جوزا كات بورت اللي فيها أربع أبواب فلا كولور مارون، وكانوا مخيرين ثاني بين الفانوس فلا كولور بلونش طبعا يدوها بها بلوباك تاعها. اختاروا غرفة نوم الفانوس اللي من صنع محلات أثاث الثقة، مبروك عليكم. واش تقولوا المحل أثاث الثقة؟ صح كونفيونس وصح ثقة، وانا كنت ماشي مأمنة بها كامل. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، والحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي. شوف واش هذه اسمها هذه الله يبارك ميليسا. ميليسا كيفاه؟ سالمي ميليسا. الحمد لله يا ربي تحققنا من الهويه تاع الفائزين. طفله صغيره ما عندهاش كارت ناسيونال، تحققنا بليفري فامي الحمد لله يا ربي. وباش ربحوا معنا واش داروا؟ شاركوا بعده اسماوات وكروا التعليقات. هذه الفكره تقدم فرص اكثر. وما زالت خوتنا كاين مسابقه جديده اللي فيها غرفه نوم الملكه ثاني بها بلوباك تاعها، كما هذه العائله الله يبارك من عين نجا. عين نجا الله يبارك، راهم فازوا معنا بغرفه نوم الفانوس بسومي كوفري بالماطلا دي ترونت بالبورتمونتو الكوف وزوج مخايد ومسند، يعني لا شومبر كامله مكموله ويستاهلوا كل خير، وراح يدوها باذن الله في الوقت اللي هما خير. واش تقولوا الاثاث الثقه؟ واش تقولوا المتابعين؟ واش تقولوا الصحه وامنوا بها، يعني ماشي كذبه، يعني كلهم شاركوا. شاركت يعني لعبه، درتها لعبه شاركتها والحمد لله ربحت وكنت انا الفائزه. لا تيكي حطيتي التعليق، ما جايه في الطريق اليوم وماشي مامنه نكذب والله. تيكي حطيتي هذاك التعليق، كان عندك امل في انك تفوز؟ ايه التعليق اللي خرجت به قلت يا ربي ونربح. التعليق الاخر اللي كتبته الحمد لله يا ربي بالبركه عليكم، نتمنى لكم كل الخير، نتمنى يعني يكون امل اخر للفائزين الجايين. واثاث الثقه دائما المسابقات دائما الجوائز، نتمنى لكم انكم تفرحوا لهذا الفائزين بالتعليقات، تكثروا التعليقات تباركوا لهم، يعني مشكورين خوتنا، ونتمنى لكم ايضا حظ اوفر في المسابقه القادمه. السلام عليكم، صحيتو وشكرا.